جيت اليوم عشان عندي مفاجأتين لكم. أول مفاجأة، كلكم تعرفوا هاي القاعة صح؟ فأنا شفت صورها وسمعت قديش أنتوا الأهل تقعدوا فيها، فقررنا نغيرها شوي، إن شاء الله راح يصير هيك عن قريب. راح نغير اسم القاعة لكهف الأبطال عشان أنتوا كلكم أبطال. الجني بالفيلم بيلبي أمنيات الناس، فأول كان عنده أمنية وأمنيتهم إنه يشوف أبطال حقيقيين، فجبته معي اليوم عشان أشوفه. برافو برافو برافو.